بس انا ابدا بصونه دماغي بعد اذنكم. يعني نعم، اهل البيت الذين في 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 بيوتهم كلب ينتقص من اجلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتنى كلبا نقص من اجله قيراطان. نعم. طيب الى السنن، الى سنن ماذا؟ كتاب الأشربة، باب لعنة الخمر على 10 أوجه. لعنة الخمر على 10 أوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، ومن ثقات الأثبات، قال: ومحمد مقرونا بمحمد إسماعيل بن سمر الأحمسي الكوفي، قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال النسائي ثقة من الثقات، قال: حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي التنين من أساطين المحدثين، قدمه أحمد على الثوري، قال: حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم القرشي الأموي أبو محمد المدني، قال ابن معين: ليس بي بأس، وفي رواية قال: ثقة. نعم. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وقال أبو زرع الرازي: لا بأس به. أحمد قال: وليس من أهل الحفظ والإتقان. لا، والنسائي قال: ليس بي بأس. وهذه دلالة على أنه يعني عنده من الحفظ ما عنده وعنده منهم ما شاء الله. تقبل الله، جزاك الله كل خير. أنت وفيت وجئت برضه، لكن ما جئت بعد المغرب. آه، أحسن الله إليك ونفع ورفع بك ونفع بك. سمعت لحد ما سبحان الله بعد ما انتهى. انا وجدت الدائره تشع علينا باشراقه بهيه، فقلت خلاص هذا الشيخ عبد العزيز ربي يجمع بيننا في الجنه رب. احسن الله اليك. طيب احمد تكلم فيه، لكن هو ابو داود ايضا قال ثقه، فضل بن قال ثقه، عبد الأعلى بن مسهر قال ضعيف الحديث. الحق أنه له أوهام، هو ثقة له أوهام. عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس، فيه كان رجلا صالحا وفيه جهالة، لكنه مقرون بأبي طعمة مولى عمر بن عبد العزيز اسمه هلال. ذكر ابن حبان في الثقات، وابن عمار قال ثقة، وفي بعض الجهالة أنهم مولاهم أنهما سمع ابن عمر، عبد ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه. بعينها يعني الخمر ملعونة، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها وشاربها وساقيها. وبسنده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له، حتى عد 10 من هذا الضرب. إن دلت على فحش الخمر وعظيم هذا الذنب، وأنها بها يلعن كل من تسبب في إيصالها لأحد فشربها. وهذا الحديث عظيم جدا في مسائل. المسألة الأولى أن الخمر ملعونة، وأنها ملعونة لأنها تسكر، ملعونة لأنها أم الفواحش. فإن كانت الخمر بذاتها ملعونة، فالذي شربها من باب أولى أن يكون ملعونة. لكن شوف، الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتسبب كالمباشر،
وأنزل السبب منزلة المباشرة، ففيها أن من باع العنب لمن يعتصره خمرا وقع في الحرام بل وقع في اللعن. والإشكال أن الشافعية يقولون بأنه على الكراهة. ليش على الكراهة؟ الأصول أصول الشافعية أن كل عقد توفرت فيه الشروط والأركان فهو صحيح، وهذا توفرت فيه الشروط والأركان. لكن نحن نقول هنا في مسألة أخرى، مسألة سد الذرائع، مسألة المقاصد، مسألة العقائد، كل هذا لابد أن يعتبر وأن ينظر إليه. لذلك إنه قال بالتحريم وغيره. فبيع العنب لمن يعتصره خمرا مع غالب ظنه سيفعل ذلك يدخل في اللعن. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس، وهذا حديث في السنن وحسنه كثير من العلماء، من جلس على مائدة يشرب فيها الخمر فهو ملعون. يبقى هذا لهو عاصرها ولا معتصرها ومعتصرها، ولا هو بائعها ولا شاريها ولا أمر بها، فقد جاء ليجلس على طاولة، هذه الطاولة جلس عليها رجل بيشرب الخمر ملعون. وهنا يعني يعلم الله عند السفر كان الإنسان يترقب ويتربص بالطائرات التي لا تبيع الخمر، يعني لا تعطي الخمر، لأن الطائرات التي تعطي الخمر سيدخل تحت الحديث من جلس على طاولة يشرب فيها الخمر فهو ملعون. لكن عندما عند السفر لأمريكا وغيرها كان الطائرات ما تستطيع تتكلم في أي طائرة، لابد أن يكون فيها ذلك، وإلا خلاص أنت الحافلة التي ستأخذك والأموال التي دفعت وأنت لا تدري يعني يبيعون الخمر. كنت في الطائرة القطرية وطلبت الصلاة، طلبت الصلاة لأصلي، قالوا ما في الهواء، ما في شيء تصلي. طبعا كانت أصلا بنت مغربية وكان رئيسة الأمر فلبينية، فالفلبينية طبعا جاءت تكلمت لا بالإنجليزية أنا فاهمها ولا بالعربية تفهم هي شيء ولا حتى باللغة الفلبينية بتعرف تتكلم، هي لغة الصين والفلبين، هذه لغة صوصوة العصافير، دي زغزغة العصافير ليست لغة، يعني تراه يكسر ويفتح وينتهي كأن هذه الحروف. فطبعا أنا لما اشتدوا علي عشان ما أصلي فقلت طب أنتم تبعون توزعون الخمرة ولا تجعلونني أصلي أيضا، فوالله لا أرضى بلعنة وعدم صلاة. ووقفت على أنا وقفت على الكرسي، أنا أذنت هي ماتوا. البنت المغربية قالت لي صلي على الكرسي وانت جالس. قلت لها يعني كيف صلي؟ قالت خلاص انت عندك عوزك صلي على كل الناس في الطائرات تصلي على الكرسي. وقالت انا ابي مفتي وكده وخلاص بالوكالة وبالورق. طبعا شديت عليها شدة على جهلها فاخرستها والله. كان معي محمد لو تعرفه، محمد هلك، قال لي ابوس ايدك لان هم طلبوا المزمور وطلب. فقلت لهم والله لا اصلي ارفض لا رجل ولا في وش هذا تعنت غبي. فقلت ساصلي يعني ساصلي، وفضل لا صليت. الغرض المقصود انه المكان الذي يشرب فيه الخمر ان لم يحتط المرء لنفسه يقع في اللعن من جل. وهذه طبعا معروفه جدا بقى عند ايش اللي هي الاعراس، يعني يدعى لعرس والعرس يكون في فندق والفندق يكون بيشرب فيه الخمر مثلا، فدخوله في هذا الباب سيدخل باب اللعن. فمن جلس على مائدة يشرب فيها الخمر فهو ملعون. وهذا حديث أيضا في مسألة أخرى، مسألة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن من باع العنب لمن يعتصره خمرا فهو بائع له، وفيها الحامل والمحمول عليه والشارب والساقي، كل هؤلاء دخلوا في اللعن في هذا الباب. فأنزل الشرع السبب منزلة المسبب، وأنزل الوسائل لها أحكام المقاصد. فيها مسألة أخيرة مهمة جدا في هذا الباب، يا ترى ما هي المسألة الأخيرة التي يمكن أن أتكلم عنها في هذا الباب؟ لعنة في الخمر عشر، ائتوني بها أنتم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما هي المسألة؟ أخذناها الوسائل تأخذ حكم المقاصد، مسألة مهمة. الحمد لله وشكر الله. نعم نعم جزاكم الله خير. لا يجوز لعن معين،
وبالأحرى المسألة هي التفريق بين النوع والعين. بالأحرى ضبط المسألة هو التفريق بين النوع والعين. قال لعن في الخمر العشر، نعم لعن في الخمر العشر، لكن شارب الخمر نفسه لا يلعن إلا بعد ضوابط واتفاق الأحكام وأيضا توفر شروط الأركان وانتفاء الموانع. طب يقولون الرجل هنا الآن إذا شرب الخمر وين وين وين, وين ألا ينطبق عليه؟ قلنا ينطبق، توفرت شروط الأركان، لكن قد تكون هناك موانع. إيش الموانع؟ أنه يحب الله ورسوله، غلبته شهواته والله يعذره. لذلك النبي لما سمع خالدا يقول لعنة الله عليك ما أكثر ما يتبك في الخمر، قال لا تلعنه، والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله. ويبقى مانع من انتقاب من انطباق الوصف عليه حب الله، حب الرسول. المانع هنا حب الله وحب الرسول، نعم، وهذا خفي. وقد له قد نقول له قرائن، رجل يسمع القرآن يبكي، يسمع الأذان يذهب يصلي، فاهمني؟ هذه كلها دلالة واضحة. وكان رجل رأس ماله من الخمر فالأكل منه لا يجوز، الأكل منه لا يجوز، وقد يجوز من باب اختفى أيدي تهدى اختفى الأحكام، لكن التعامل معه بيعا وشراء لا يجوز إلا في أدق الأحوال. لو حدث البيع والشراء فإنه يأخذ على حقه، والمال الحرام منه هو حرام مكسبا وليس حرام في ذاته، فله أن يأخذ. وإلا يكون مسلما، ده هذا أمعن في الجواز، هذا أمعن في الجواز. نعم، هذه آخر مسائل في الحديث، أن 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 أنه قد يأتي بتوفر شروط الأركان وتأتي الموانع تمنع عن انطباق الحكم عليه. لذلك قلنا هناك فرق بين النوع وبين المعين. قال لنا في الخمر عشر أو اللعن عام ليس على العين بل على الأنواع، إسقاطه على العين له أحكام. الفوائد المستنبطة، ينزل السبب منزلة المباشر بالقرائن المحتفة، ينزل السبب منزلة المباشر بالقرائن المحتفة. الوسائل لها أحكام المقاصد. الخمر أم الفواحش، الخمر أم الفواحش، هذا سنن ابن ماجه. قد انتهى، لو في أسئلة تفضلوا. ننتقل إلى سنن الترمذي. شنو أسئلة يا عم؟ شنو في سؤالين؟ بس هل عندك الأسئلة كاملة؟ عندي مش كاملة. عندك كاملة؟ أقصد السؤال كامل يعني تقرأه كاملا؟ وفي هنا أحمد بن علي يقول بيع العنب لكافر صانع خمر، مجيب يعني، ولكن بيع العنب لكافر، بيع عنب لكافر صانع الخمر، الحق أنه لا يجوز، لا يجوز أن يبيعه لكافر سيصنعه للخمر ويعلم أنه سيبيعه للمسلمين، هذا لا يجوز، لا يجوز حمل الأحوال، لأنه أيضا فيه التعاون على الإثم والعدوان، ويدخل السبب في منزلة المباشرة هنا. بيع العنب لمن يعتصر خمرا عموما، لمن عموم سواء كان كافرا أو مسلما، فلا يجوز. لا لا، ما يدخل، ما يدخل. والأرجيلة عندك ناس مفوتينها مسلكينها يا شيخ خالد، لكن عندنا لا تدخل ولا تسلك، آسف لا تسلك يعني. السؤال، هل يجب علينا أن نسأل أهل الطائرة هل يشرب عليها خمر؟ نعم نعم، لازم يسأل عن الطائرة الذي سيحجز عليها هل بيشرب عليها خمر أم لا. هل المتكلم بالثناء على الخمر في المجالس، هل المتكلم بالثناء على الخمر في المجالس يعد يعد شاربا، يعد شاربا في اللعن يعني شارب، يعد شاربا؟ لا لا يعد شاربا، إلا إذا أغرى بها غيره، إذا أغرى بها غيره نزل فيه، نزل مع العشر. في سؤال أستاذ أشرف أيضا. طب أكمل السؤال يا أستاذ أشرف،
أكمل السؤال بعد إذنك. عندك نزكاة والله الايفون برضو فيه بالله هذا هو. ودعو الله بالبركة والتثبيت والصدق والإخلاص. لكن هو شيخ الحرص، الحرص على العلم علامة خيرية الأمة. يعني حرص بعض الأمة على العلم علامة خيريته، لأن لا خيرية في الأمة إلا بوجود العلم. وذلك محض فضل من الله وكرم. نعم نعم قل. كيف وصلت الأسئلة؟ وضع وضع الخمور أعني على الطعام. هو بيقول هنا فاسقا لأنه قد يغري الناس بشربها. ها هل يعد فاسقا؟ نعم يعد، ولو كان يغري الناس بشربها بل هو ملعون، مش فاسق فقط بل هو ملعون، دخل في العشر. أستاذ أشرف جاءك السؤال؟ ما هو هذا السؤال؟ إيه هو؟ هو وضع الخمر على الطعام. وضع الخمر على الطعام؟ يقول ثم يشعلها. وضع الخمر على الطعام ثم يشعلها؟ يعني يريد يحرق الطعام؟ هو أصل العلماء قالوا ليس الأمر على اللعن تماما. هو شوف لا ينطبق على الوصف، لأنه أخذ الخمر لا ليشربها ولا يأتيها بها لأحد، بل ليحرق بها مخيم معين كالبنزين. طيب جاز له ذلك، أخذها لتلميع الأساس. انت عارف أنه سبيرتو بيأخذه لذلك، فجاز ذلك. هذا لا يدخل في الباب هنا. أبو الوليد أيضا له سؤال أعتقد. صلاة النساء في الطيارة فرض في موسى؟ ما في. أي امرأة صلت في الطائرة جالسة تعيد الصلاة، صلاتها باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائمة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ماشي إلى سنن الترمذي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.